فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. في الحلقة السالفة وقفنا مع المؤلف رحمه الله في قوله عن حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فقد نهى النبي صلى يعني في وجوه المنع عن النهي عن التشبه بأهل الجحيم، قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولأن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى: ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الشيخ رحمه الله ساق حديث عمرو بن عبسة في بيان مواقيت الصلاة وأوقات النهي، ومنها عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها في هذين الوقتين. فنهى المسلم أن يصلي في هذين الوقتين حسما لمادة التشبه بهم، وإن كان المؤمن يصلي لله وهم يصلون للمخلوق. وأيضا المسلم قد لا يعلم أنهم يسجدون لها في هذين الوقتين، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا حسما لمادة التشبه بالكفار. فهذا من أعظم الأدلة على تحريم التشبه بالكفار، لا سيما في عباداتهم. وأيضا هذا فيه سد لذريعة الشرك، فإن المسلم إذا تشبه بهم وإن كان في أول الأمر لا يقصد السجود لغير الله، لكن قد يأتي من يجهل هذا الحكم من المسلمين فيظن أن المسلمين يوافقون الكفار في هاتين العبادتين الشركيتين. النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق المفضي إلى الشرك. فهذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان: فائدة الأولى تحريم التشبه بالكفار وإن كان المسلم لا يقصد ما قصدوه أو يجهل ما يقصدونه، والفائدة الثانية سد الوسائل أو منع الوسائل التي تفضي إلى الشرك.